يعني الامر يعتمد على حلفاء اوكرانيا بحسب وجهه نظري، وليس متعلق، هو ليس قرارا اوكرانيا. الحرب الموجوده استاذ احمد الان هي ليست حرب اتحاد يعني فضاء الاتحاد السوفيتي، لا، هي حرب بين الناتو والاتحاد الروسي. يعني هي حرب بالوكاله اشبه بالحرب الكوريه في الخمسينيات. فلذلك القرار ليس مرتبطا بالاداره الاوكرانيه بحسب قراءتي، ولكنه مرتبط بقرار امريكي اوروبي متعلق ب يعني اضعاف القدرات الروسيه، حل مشكله التعثر بالامن بالامدادات الطاقه وامدادات الغذاء، حاله الركود التي اصابت الاقتصادات العالميه وارتفاع الاسعار وارتفاع سعر الفائده بسبب الحرب الروسيه. الحرب الروسيه استاذ احمد حرب مؤثره جدا على اقتصادات العالم، وبشكل مباشر هي اثرت على الاقتصاد الاوروبي وعلى الحياه ايضا في اوروبا، لان هناك موجات من الاحتجاجات ايضا بسبب غلاء الاسعار ويعني ارتفاع اسعار الطاقه والوقود، هذا كله حتى بالداخل الامريكي صار. فهذه انا اعتقد هي المحددات الذهاب بعيدا او الوقوف في هذه الحرب. ولكن بشكل عام انا اعتقد الامر متعلق بالناتو، يعني اذا توصل الناتو الى اتفاق معين يضمن لروسيا قضيه الامن الجغرافي، ويتم التفاوض باجراء معاهده جديده على المناطق الشرقيه، انا اعتقد ممكن ان تقبل اوكرانيا بهذا السيناريو، بخلافه فهي حرب استنزاف اعتبرها. سوف وين حقق الروس فيها يعني تقدم ميداني او تقدم على مستوى الاهداف المتوسطة المدى والبعيدة المدى، ولكن الحقيقة هي حرب استنزاف ليس فيها رابحة بحسب وجهي، هي اشبه بالحروب الداخلية.